النهاردة أول يوم في الجامعة، ترم جديد بعد أسبوع أجازة. النهاردة عندي 3 محاضرات من 8 الصبح لـ4 العصر. الترم ده هيبقى كله كده حرفيا، من 8 لـ4 من غير أي بريك. عايز أنام، الجو ساقعة، ومتأكد 100% إن درجة الحرارة دلوقتي رغم إن هي 9 على الساعة 12 كده هتقلب 30 ولا حاجة. طبعا احنا بقى في الرياليتي زي ما انت قلت في تريكة مشهورة جدا انك انت ممكن ترتب الجملات ديت في الكونتينوس، وده هيحصل لو انت بتتكلم على الحاجة النهاردة. رحت عملت شوية حاجات في الإدارة، كان في محاضرة الأسترونومي لاب، يعني كان شايفها روم على مواقع الجامعة، والدكتور ما اتكلمش وما جاش، ففضلنا قاعدين. بعدها كان عندنا محاضرة كوانتم ميكانيكس 2، كانت محاضرة مسلية جدا. الدكتور قعد يشرح شوية حاجات بنتاكل الايجن فاليو بروبلمز وكده من كذا برسبكتيف، وكنا بنشينج بيسز وكده. ف يعني كان في ميكس من الماث مع الفيزيكس، كان بصراحة ممتع. يعني المحاضرة كانت جامدة من الآخر. دكتور علي نصار. النهاردة تاني يوم ما كانش عندي كلية. انا امبارح المفروض رجعت، كنت داخل انام على اساس بقى ان ايه من ساعتين كده واصحى اشوف بقى الدنيا بتقول ايه. المهم اني دخلت نمت الساعة 8، صحيت الساعة 2، فنمت 6 ساعات. قلت يعني هعمل ايه ده، فقمت قعدت كده شوية لغاية الساعة 8 ولا حاجة. مهم نمت من 8 لـ11، صحيت 11، كان دكتور بيكلمني عشان كورس وشوية حاجات كده، ولقيت أهلي بيتصلوا بيا ويقولوا لي انت صحيت ولا لسه، قلت لهم اه صحيت. كنت داخل نايم تاني، صحيت الساعة 4. الحبة اللي قعدتهم كده في الفجر دول قدمت فيهم على انترنشيب، وفي خلال أقل من بتاع 12 ساعة مثلا دكتور سبميت لي ريكومنديشن، وديدلاين النهاردة بالليل. دلوقتي المفروض برضو اني هقعد اقدم على حاجات تانية بدل ما ازنق نفسي في اخر يوم. في اساينمنتين من الترم اللي فات ما خلصتهمش في الكترو داينامكس 1، فكر اخلصهم قبل ما نبدا الكترو داينامكس 2، رغم ان هم ما عليهمش جريدز، بس هو يعني اللي عملوهم قالوا لي انهم كانوا مفيدين. كده كده الحاجات دي في الفيزيكس بتبروباجيت، يعني البروبلم سولفينج سكيلز بتبروباجيت، فانا الافكار اللي هاخدها دي حتى لو مش هتفيدني، حتى لو مش في الكترودينامكس 2 تحديدا، هتفيدني في حاجات تانية. يعني امبارح قاعدين في الكوانتم ميكانيكس كنا بنحل لابلاس ايكويشنز اللي هي حلينها في الالكترودينامكس، وبعد كده لقينا نفسنا دخلنا في كوانتم ستاتستكس اللي هي اخدنا في الاستاتستيكال قبل ما ناخدها في الكوانتم. يعني عموما الحاجات بتبقى انتر ريليتد كده مع بعض. احنا دلوقتي التلات، احنا الساعة 4، انا لسه صاحي. امبارح قدمت على شوية انترنشيبس وبتاع، بعدها نزلت قهوة ورجعت قعدت لغاية الساعة 7 بتفرج على انمي. وفي النص برضو كلمت واحد من الالمناي في الجامعة علشان بحاول اظبط معاه زي ايفنت او كده بس. ودلوقتي قاعد بفطر بشرب كوباية الشاي في الشباك، الجو ساقع مش هقول حاجة. النهاردة هقعد برضه أكمل تقديم، و غالبا هقعد برضه أتفرج على أنمي. أنا دلوقتي رايح الجامعة، النهاردة برضه عندي يوم كامل. عندي دلوقتي محاضرة سوليد ستيت فيزيكس، معرفش أصلا هتبقى فين. غالبا هنروح ندور على أي مكان فاضي كده ونقعد. بعدها عندي ماثماتيكال فيزيكس 2
هو جزء numerical analysis بتاعها مقسومة جزئين. بعدها عندي database lab. طبعا اضطريت النهاردة انزل باللابتوب معاه الشاحن, ده شيء مستفز, بس يعني قلت انزل بيه عشان ما كسلش اكتب نوتس. بعدها ما عارفش هرجع اعمل ايه. امبارح المفروض كنت بقول هقدم على انترنشيب ولو لحقت اشتغل على اساينمنتس قديمه. طبعا ما لحقتش بس لحقت اخلص بتاع 13 حلقه انمي. النهاردة يوم الخميس آخر يوم. امبارح رجعت من الكلية بعد اليوم ده كله كنت ميت. في آخر اليوم عملت شوية استريتشات وقعدت شوية ودخلت نمت من الساعة 7 للساعة 2 هيك, الساعة 7 للساعة 12, وصحيت قعدت شوية. كنت هذاكر بس يعني كسلت لاني لقيت الشابتر اللي كنت هذاكره ده 50 صفحة. هو المفروض النهارده كان عندي الصبح محاضرة الكترودينامكس والدكتور لقاها قال لنا راجعوا شابتر 7. شابتر 7 دوت اتشرح لنا في محاضرة اونلاين وانا مكنتش مركز فيها الترم اللي فات, ان هي كانت ليلة الفاينل حاجة كده وما كانتش داخلة معانا في الفاينل, فتقريبا محدش فينا ذاكرها عادل, وبالتالي انا مفروض اقراها. قعدت اتفرج على انمي ودخلت نمت تاني. صحيت دلوقتي الساعة 12 اهو ورايح محاضرة ماتماتيكا الفيزيكس. النهاردة بعتبر اليوم الفاضي بتاعي, يعني غالبا هرجع مش هعمل اي حاجة. لو انت اديتني اي زيرو وبي زيرو وساتسفاي المعدل ديت, ده مش هيبقى كونسيستنت مع نفسه, عشان كده المعدلين دول بيسموهم سكريلز على الانيشال كونديشنز. النهارده السبت الساعة يعني هو تكنيك دلوقتي لحد من الساعة 1, بس انا يعني كنت سهران مفروض اني بذاكر. عملت شوية حاجات كده بتاعت student activities وكده. في نيتي حاليا ان انا مش هنام قبل ما اخلص الجزئية اللي انا بذاكرها, حتى يعني لو هضطر اسهر وكده كده الاتنين فاضي, فانا ممكن ارجع بكرة الحد, فهرجع انام براحتي, فممكن اسهر يعني عادي. حاليا قاعد بذاكر كوانتم 2. تكنيكلي انا بذاكر الحاجات اللي ما ذاكرتهاش عادل في اخر كوانتم 1, لان انا ما حلتش الجزء بتاعه كويس في الميك اب بتاع ميد ترم 2 اللي هو كان بعد الفاينل اساسا. بس ده كده اخر الاسبوع يعتبر يعني.